طيلة 25 عاما على صهوة جواد مهنة المتاعب، طرحنا العديد من قضايا وملفات منطقة إقليم جرادة، من بينها إنشاء مجزرة كبرى تتيح فرص شغل لليد العاملة بالمنطقة، وكذا إنجاز مشروع معمل الورق، كون أن المادتين الحيويتين لهذين المصنعين أو المعملين متوفرة بالبلدة. لكن مراكز القرار لم تألو جهدا في إعطاء بالغ الاهتمام لمثل هكذا مشاريع، ومما زاد في الطين بلة إغلاق واجهة الحدود التي كانت المتنفس الاقتصادي الوحيد الذي كان يعتاش منه التي كانت تعتاش منه سكنة المنطقة، والنقطة التي أفاضت الكأس تلك الفاجعة الكبرى بمدينة جرادة، مصرع شهيدي الرغيف الأسود، مما أجج الاحتجاجات بكامل الإقليم. لكن يبدو أن الحكومة لم تبدي أي جاهزية بغرض حل مشاكل منطقة إقليم جرادة، مما سيؤزم الأوضاع ويفجرها، في وقت أن الساكنة مصممة العزم على تصعيد الاحتجاجات حتى تقرير المصير.